فوكس، اهم التحديات اللي كانت بتواجهكم طوال الموسم، انا عارف ان انت في جزء كنت يعني مصاب فيه، ولكن لغايه لما رجعت وبدات تلعب تحديات كثيره جدا جدا، ايه اهم هذه او اصعب هذه التحديات؟ هو طبعا يعني كان في بطولات مهمه بالنسبه لنا، رقم واحد كانت بطوله السوبر الافريقي عشان بتاهلنا كاس عالم، فطبعا البطوله دي كانت بالنسبه لنا يعني اللي هو حياه وموت، احنا طبعا عايزين نتاهل كاس عالم. بطوله الدوري برده نفس الكلام، لان طبعا يعني هو لو بنتكلم عن بطولات افريقيا في الحته المحليه اللي هو احنا دلوقتي دوري وكاس، احنا خرجنا من الكاس، فاحنا ما ينفعش نخسر الدوري، لان احنا لو كنا خسرنا الدوري احنا كده في يعني ما كسبناش ولا بطوله في المحليه بالظبط. فيمكن يعني هي دي اكتر حته مثلا صعبه واجهناها، اللي هو احنا ازاي نجدد دوافعنا مثلا بعد كل بطوله كسبناها. خلصنا مثلا بطوله السوبر المصري اللي كسبناها في الامارات، مش عايزين نكتفي بيها، عايزين نكسب البطوله اللي بعديها، عايزين نكسب الدوري، والحمد لله في الاخر طبعا كسبنا 4 بطولات من 6، وان شاء الله السنه الجايه يعني الحته دي تزيد شويه ويبقى اكتر ان شاء الله. طيب